አንቺ አላህ አቃ ጀነት እኮ ከአንድሽ እኮ አንዱ ብቻ ነው የሚያገኝሽ ደካማ ወንጀለኛ ያገኝሽም ይላሉ ከአንድሽው አንድ አውጣ ያኔ መውቂፍ ከአላህ ፊት የተሰበሰቡ ፍጡራን ይደነግጣሉ ረሱል ምን አሉ የውመን የጅዓሉ ልውልዳነ ሺባ ህፃናት የሚሸብቱበት ቀን ደንግጠው ማለት እኮ ያ ቀን ነው ወተረ ናሰ ሱካራ ሰው በድንጋጤ የሚሰክርበት ማለት ያ ነው አሉ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ አዳዲስ እስላማዊ ዳዋዎች ወቅታዊ መረጃዎች እንዲሁም የተለያዩ እስላማዊ ቪዲዮዎች እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ ያድርጉ የደውል ምልክቱንም ይጫኑ አዑዙ ቢላሂ ሚነሽ ሸይጣን الرጂም ቢስሚላሂ الرحማን الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين القائل وان الساعه اتيه لا ريب فيها اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له خصنا بخير كتاب انزل واكرمنا بخير نبي ارسل وجعلنا بالاسلام خير امه اخرجت للناس اشهد ان محمدا عبده ورسوله وخليله من خلقه وحبيبه ادى الامانه ونصح للامه وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم والرسول العظيم أحينا اللهم على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا أما بعد فيا قوم سلام الله عليكم ورحمته وبركاته اهلا ومرحبا مع سلسله دار الاخره سلكت طيو الم سلا اخره سلام النار ربتي تملت كفل الله اندغنا غنانين لالو الحمد لله رب العالمين بالفو تمرتوچاچين 3 تمرت كفل اسالفنال اندنياو يمجرشا غزو موت بمين ሁለተኛው العلامات الساعه الصغرى يقام كنتلانش ملكتوچ سنላሳልፈናል ሶስተኛው ደግሞ العلامات الساعه الكبرى كما كمدرسو فيت ميكستو تلالق ملكتوچ አሉ الناسو لمداسس موكرنال يزاريو ደግሞ كزيو كفلوس قطاي هوناو አራተኛውን كفل እንመለከታለን كما كمدرسو فيت ميكستو 10 وانا وانا ملكتوچ አሉ كنسو است قريون በአላህ ፍቃድ ዛሬ እንዳሳለን በተለይ ደግሞ የጁጅ ማጁጅ ሚሊዮን የትምርት ክፍል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰሂህ ሙስሊም በተዘገበው ሐዲስ ላይ اطلع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر الى الصحابه እኛ ቁጭ ብለን እየተወያየን ያለ ነብያችን ወደኛ ብቅ አሉ فقال بلوالون ما تذكرون ምንድነው እየተወያያችሁት ያላችሁት قلنا نذكر الساعه يا رسول الله انت يا الله ملكتنيا سلا قيام كان هنيتا يتوعين نو قالناچو قال نبي منالو انها لن تقم حتى تروا قبلها 10 ايات السر وانا وانا ملكتوچ ساتملكتو قياما اتقومم وذكر كنزي مستكسه الدجال دجال ميبال ميمطا فطور الله يهم بكفر 3 تمرتاچن لي بصفات دسنوال ونزول عيسى يعيسى يا نبي الله عيسى مورد هينن ببالفو تمرتوچاچن تكداتلنا ويأجوج ومأجوج انيهنا قطايو دغمو زاري منناو نو بالله فقاد ان شاء الله يأجوجنا مأجوج سايوتو طلوع الشمس من مغربها صحاي بغباچبت ساتوتا ودابا مريت لين سساوا موتا ساتناغر والدخان تشي سايوتا وثلاثه خسوف صست مقصفت مريت لي سايكسد خسفهم بالمشرق وخسفهم بالمغرب وخسفهم بجزيرة العرب صوست مقصف تكستان وآخر ذلك قالوا نبي صلى الله عليه وسلم أسرن يوم سيجرسوا مجرشوا دقمو يكام كان مجلج عملكت متوتا ساتا لج نار تطرد الناس إلى محشرهم ودمك اسكشوا بوتا مت سبسبات شو سات تكستان لج قالوا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعلفوا تمرتاتشين ደጃል እንዴት መሬት እንደበከለ ከየት እንደወጣ አጋጆቹ እንደማን እንደነበሩ ዳሰናል እሱን ለመግደል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነብዩላህ ኢሳን በመላእክት ክንፍ እንዴት እንዳወረዳቸው በስፋት ዳሰናል
ዛሬ ደግሞ የሚቀጥለውን የትምርቱን ክፍል እናያለን። ባለፈው ትምርታችን ላይ ለማስተዋወስ እንደተመከረውና ሶሂህ ሐዲስ ላይ እንደተዘገበው አልአያቱ ኸረዛቱን መንዙማቱን ፊ ሲልክ ነብዩ ምን ይላሉ? የቂያም ቀን መገለጫ ምልክቶች እኮ ልክ በገመድ እንደታሰሩ ሀብሎች መስካባዎች ናቸው ይላሉ። فإن يقطع السلك ገመዱ እኮ ሲቆረጥ يتبع بعضها بعضا አንዱ መስካባ አንዱን ተከትሎት እንደሚወርደው ሁሉ አንዱ የቂያም ቀን ትልቅ ምልክት ከተከሰተ ሌላውም ይከተለዋል። ደጃል መጣ እሱ ሊገለ ነብይ ኢሳ ተላከ አሁን ነብይ ኢሳ ደጃልን ገደሉ ሌላ ክስተት ደግሞ ይከሰታል። ነብያችን ምን ይላሉ? فيمسح عن وجوههم ነብዩ ኢሳ በደጃል ፈተና የተንገላቱትን በጽናት ፈተናውን የተወጡትን ሙእሚኖችን ፊታቸውን እየደባበሰ ويحدثهم بدرجاتهم عند الله الله لو ደፊት በሚሰጣቸው የጀነት ትልቅ ደረጃ ያበሳቸው እንዲህ ያበሰሩ ይላል وحي الله كلاچዋል فبينما هم كذلك بذي محل لي يالو اذا الله الى عيسى الله ود نبي الله عيسى وحي لك الجبريل اني قد اخرجت عبادا لي اني يهونوا فطروچن لقق يالو لا يدان لاحد بقتالهم ما نم لفالماچو حيل يلهو كباد فطروچن اوتچالو وحرز عبادي الى الطور ود ترارا باروچن يزهوت ايلاچዋል ነብዩላህ ኢሳ ነማናቸው ነው የወጡት? የትምርቱ አናው መርእስ ይሄ ነው አልያጁጅ ወማጁጅ። ያጁጅና ማጁጅ የሚባሉ ፍጥሮች ናቸው። ያጁጅና ማጁጅ ማለት ትርጉሙ ምንድነው? ከማ ፊሊሳን العرب لسان العرب በሚባለው የአረበኛ ዲክሽነሪ ውስጥ ምን ይላል? ያጁጅ ወማጁጅ اسمان اعجميان مشتقان من اجج النار። ያጁጅ ወማጁጅ ማለት የተወሰደው ከምንድነው? አጂጀናሩ ሳቱ ሚነ ልልትሃብ ሲነድ ሲንቀለቀል አጂጀናሩ ፈገገ ነደደ ተቀጣጠለ እንላለን። ከዚህ ነው ወይም ማለ ወሚነ ልማ ልኡጃጅ አሊያም ደግሞ ወሁወ ሽደቱ ልሐራራ ወተመውጅ። ውሃ ሲፈላ ይታችሁ ታውቃላችሁ? አንዱ በአንዱ ላይ ሲገለባበጥ ውሃው ልክ እንደዛ ማለት ነው። ለምን ከዚህ ስማቸው ተወሰዳሉ? فشبهوا بذلك لكثرتهم وافسادهم في الارض يقطعوا بذات ከኛ ጋር የሚወዳደሩ አይደለም። ሲሄዱ አንዱ ባንዱ ላይ የሚተረማመስ ብዙ ቁጥር ያላቸው ፍጥሮች ናቸው። ለዚህም እንተባሉ ያጁጅ ወማጁጅ አንዱ ባንዱ የሚተረማመስ መሬትን የሚበክሉ ማለት ነው። هم اكثر الامم ያጁጅና ማጁጅ መሬት ላይ ካሉ ፍጥረታቶች በቁጥር ብዙዎቹ እነሱ ናቸው። كما في الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري ابو سعيد البصري لفوت حديث لي ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال نبيك من يلالو يقول الله تعالى يا ادم الله سبحانه وتعالى يوم القيامه ادم يطروال فيقول ادم من يلال لبيك وسعديك والخير في يديك نعم مرحبا جيتاي ملكام نغرو لا انت جنو يالا يلال ادم فيقول الله سبحانه وتعالى من يلال اخرج بعث النار يساتن اطا درشا اوطا كامتوچ يبالا ويقول اباطاچن ادم من يلالو وما بعث النار يسات اطاوچ يسات درشا من يحلو يلالو اباطاچن ادم ويقول الله من يلال من كل 1000 999 في النار وواحد في الجنه 999 يسات عطا كاند شوست عند الجنه عطا يبال يا الله 999 يا جهنم عند الجنه يا سلعة الرحمن ليس ينالك في الالف الا واحد لاثنان الى لو ابن القيم نونيا ميبال قطماچو لي انجي الله اقا جنتكو كاندشكو اندو بتشا نو مياغنيش دكاما وانجلنيا ياغنيش ميلالو كاندشو انداوطا يعني موقف كالله فيت يتسبسبو فطوران يدنغطالو رسول منالو يوما يجعل الولدان شيبا
ህፃናት ምሽብቱበት ቀንደንግጠው ማለት እኮ ያ ቀን ነው ወተረ الناስ ሱካራ ሰው በድንጋጤ የሚሰክርበት ማለት ያ ነው አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በጣም ብዙ ናቸው ከኛ ጋር አንድ ለ999 ነው ልዩነታችን ይህን ሐዲስ ነብዩ ሲናገሩ فشك ذلك على اصحاب النبي نزاد دغاغ الصحابوچ دنغتو فقالوا يا رسول الله انت يا الله ملكتنيا اينا ذلك الواحد يا عندو تاديا كنيا محل ما نو اندي قالوا الصحابوچ فقال نبي منالو ابشروا ايزواچو اتكزو كياجوجنا كماجوج 99999 ينسو ناتشو انانت ناتشو اندالواچو صحابوچو ترغاغو بقطر اجج بتام ብዙዎች ናቸው የእጁጅ ወማእጁጅ አሁን የት ይገኛሉ የት ነው የሚገኙት የሚገኙት አንድ ደግ ንጉስ ዘል ቀርነይ የሚባል የሆነ ቦታ ዘክቷቸው ነው ያሉት ዘል ቀርነይ መሊኩን አዲል የመሬትን ሁለት አቅጣጫዎች በብቸኝነት የተቆጣጠረ ደግ ሳሊህ የነበረ ንጉስ ነው ሌላ አንዳንድ ሙፈሲሮቹ ነብይም ነው ያሉ አሉ ብቻ ዘል ቀርነይ الله يسطون سلطان يزو واتيناه من كل شيء سببا كلهم نغير تسطوطال مساريو سراويتو كلهم يا الله رضات ابروطال مريتن يزوره كشرك ماصدات بتوحيد نبر ما يطمقاتشو اما من ظلم فسوف نعذبه بشرك نفسه كو يبدله كباد قطات انقطوالن ثم يرد الى ربي كذا مود الله يملسال اللهم كباد قطات يسطوال شرك ميزروتن يقطع يغل نبره انذا يامنوتن اما من امن وعمل صالحا ملكام يسرى بالله كتبلو يامنه كشرك راقه الدنيا ام لا ملكام نلوالا نغرو ناغرالتالن يلنبر مريتن دي بتوحيد ياطباته نبر عندي كمسراقم كمئرابم تملسو ود محل سياقنا حتى اذا بلغ بين السدين هلت لعلق تراراوش طق درسه سدين مالس جبلين عظيمتين ሁለት ላልክ ተራራዎች ናቸው እዚ ትላልክ ተራራዎች ጥግ እንደደረሰ وجد من دونهما قوما حزبዎችን አገኘ ተራራው አካባቢ የሚኖር حزبዎች እነዚህ حزبዎች ግን لا يكادون يفقهون قولا ንግግርን የማይችሉ ሌላ ቋንቋ የማይችሉ በራሳቸው ብቻ የታጠሩ እነዚህ ግለሰቦች አገኘ እነዚህ ግለሰቦች ይህን ትልቅ ሀያልጉስ ሲመለከቱ የሚያስቸግሯቸውን ፍጥሮች እንዲከላከልላቸው አቤቱ ታቀርቡ ግን በየትኛው ቋንቋ ያቀርቡ ከህዝብ የተገነጠሉ ናቸው ሙፈሲሮቹ ምን ይላሉ አንዱ ለአንዱ እየተረጎመ አንዱ ለአንዱ እያስተላለፈ ለዙል ቀርነይን መልእክታቸውን አደረሱ አንዳንድ ሙፈሲሮች ምን ይላሉ 30 አስተርጓሚ ደርሷል ይላሉ ከነሱ ሚፈልጉት መልእክት ዙል ቀርነይን እስኪ ደርስ ድረስ 30 አስተርጓሚ ላይ ንግግራቸው ተገላብጦ ነበር የሚደርሰው ብቻ በዚህ መልኩ ምናሉ ተቀረቡና አንተ ዙል ቀርነይን ሆይ እና ያጁጅ ወማጁጅ مفسدون في الارض ያጁጅና ማጁጅ የሚባሉ በዚህ ሁለት ተራራ ማህል የሚወጡ ፍጥሮች አሉ መሬትን እየበከሏት ነው فهل نجعل لك خرجا እኛ ግብር እንክፈልህ እንዴ አላ አንተ ጀዓለ በይነና ወበይነሁም ሰዳ በእኛና በእነሱ መሃል ግርዶሽ እንድታረግልን ኬላ እንድታደርግልን እንክፈልህ እንዴ አሉት ዙል ቀርነይን ምን አለ قال ما مكنني فيه ربي خير ጌታዬ ለኔ ሰጠኝ ስጦታ ከምትሉ ይነገሩላ የተሻለ ነው አላህ ምን ሰጠታል አላህ ራሱ ዘመን ሰጠና እና مكنناه في الارض مريت لينيا عمتشتن لتال وآتيناه من كل شيء سببا يهلونم نقر مكيات ستنا براتو نبراتو سراويتو يطور مساريو هلون سببا سبب ستنا كزيهم بلاي يا الله ردات عبرو تال ما مكنني فيه ربي خير جيتي ستي ستوتا كهلوم نقر يتشالنو على جو باي هونجن فاعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما ባይሆን በኃይል እገዙኝ የሰራተኛ ኃይል ፈልጋለሁ እናንተ እገዙኝ ከእናንተና ከነሱ መሃል ረድመን ሰደን መኒዓን ግርዶሽ ጠንካራ ማይደፈር ላደርግላችሁ አላቸው በዚህ ተስማሙ ግንባታው ተጀመረ የእጁጅና ማእጁጅን ከዓለም የሚቆርጠው ግንባታ ተጀመረ
የመጀመሪያው ስቴፕ የመጀመሪያው ደረጃ ምን ነበር? አቱኒ ዙበረል ሐዲድ የተቆራረጠ ብረት አምጡልኝ አላቸው። እነዚህ ህዝቦች ከየትም ቦታ ለቃቅመው አመጡና ከተራሮቹ መሃል ላይ ደረደሩት። ትላልቅ ተራራ ናቸው። እዛ መሃል ላይ እነዚህ ቁርጥራጭ ብረቶች ተከመሩ። حتى اذا ساوى بين الصدفين ሁለተኛው ስቴፕ ይሄ ነው። በሁለቱም ተራራዎች መሃል እንዳስተካከለው ከላይም ከታችም ከጎንም قال انفخوا حتى جعله نارا ንፉበት አላቱ ሰዓት አንድዱበት ከስር ሰዓት አረጉና ይሄን ትልቅ ተራራ የሚያል ብረትን አቀለጡት። حتى جعله نارا الى الله قران لي ፍምሳት እስኪመስል ርስ በርሱ ተገናኝቶ ቀላ ፍምሳት ይመስል ነበር። ሶስተኛ ስቴፕ ቀጠለ። ሶስተኛው የግንባታው ስቴፕ قال اتوني افرغ عليه قطره ነሐስ የቀለጠ አምጡልኝ ከላዩ እንዳፈስበት አላቸው። ይህ ብረት ቀልጦርስ በርሱ ተገናኘ። እዛ ላይ ነሐስ ተጨመረበት። የዘመኑ ሞደርን ኢንጂነሪንግ ምን ይላሉ? ብረት ከቀለጠ ብረት ጋር ነሐስ አብሮ ላዩ ከለበሰ እንደዛ ጠንካራ አይደለም ይላሉ። ዘልከርናይን ቀድሟቸው ነበር። ላዩ ላይ ላፈስበት ነሐስ አምጡ አላቸው። ከላዩ ላይ አፈሰሱበት። ሁለቱ ተራራ ሙሉ ለሙሉ ተዘጋ ገጠመ። ላዩ ነሐስ ፈሰሰበት። ቁመቱ ከነሱ ጋር እኩል ሆነ። ጠንካራ ዝግ ነበር። አላህን ሲገልጽ ምን አለ? قال فما استطاعوا ان يظهروا النزاع ياجوج وماجوج በላይም ሊወጡት ራቃቸው። ተራራውን ነው የሚያህል وما استطاعوا له نقبا ቦርቦረውትም ሊወጡ ነቅበን ሊበርሱትም አይቻላቸው አልቻሉ። እንዲያድርጎ ዘጋላቸው። ይህን ትልቅ ግንባታ የእጁጅና መእጁጅን ከዓለም የቆረጠውን ትልቁን ግንባታ እንደገነባ ይህን ግዙፍ ስራ ሲመለከት በችሎታው አልተኩራራ። ምን አለ? قال هذا رحمة من ربي ይህ የጌታዬ ስጦታ ነው እዝነት ነው አለ። ስብሓንላህ። እኛ ምንም ነገር ሰርተን ህዝብ የሚወደው ነገር ሲያጋጥመን በእኔ ችሎታ ነው እኮ አይ በደንብ አጥንቼ ነው የሰራው ተዘጋጅቼበታለሁ። نعم لتزغاش تشلاله مجرشا غني مانو هذا رحمه من ربي يجيتا استوتانو زرو زرو يجيتا توفيقنا انجي بمراحه جبراچن بوقتي ايي يمسلموچو اكايد ادلم فاذا جاء وعد ربي على ذو القرنين ده جرسا يجيتايم قطرو بدرسه غزي جعله دكا الله كمريت جا استكاكلوال يسرع براو على لاچو وكان وعد ربي حقا يجيتهم قطرو اونتنا